السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كنت في مستشفى برونجلاي جنرال هوسبيتال، مستشفى العام مستشفى برونجلاي العام في مدينة أبرستوس، كنت واقف في الغرفة بتاعة الممرضات، وكانوا يحترموني جدا ويحبوني جدا. فكان مظهر العرب في هذا الوقت أو في هذا الوقت كان سيء 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 للغاية. والكلام ده كان في 78، بعد حرب 73، وبعد ازدياد اسعار البترول، وبعد الدول العربية ما انتقلت من مستوى كذا الى مستوى كذا الى اخره، وبدأت بعض الفضائح الحقيرة تطلع لمثل هذه الدول او مثل هؤلاء الافراد. بمعنى ايه؟ يعني انا اديكم بعض الامثلة اللي حصلت وكتبت في الجرائد. اول حاجة، كان في احد الشباب راح اتجوز بنت لقاها في الشارع، يعني بنت من البنات اللي هم يعني الساقطات دول، يعني هجيبهم منين؟ مش بنت عيلة يعني. وخدها معاه في البيت وقعدوا، كان البيت يقال فيه انه كان فيه 48 غرفة، ده في لندن. شوف بقى الاموال كانت قد ايه. وكان في غرف كاملة فقط للجزم، غرفة تخيلوا بقى كم جوز جزمة عند الايه البنت دي. والشخص ده من يعني عدم معرفته للثقافة الغربية، كان فيه هناك تماثيل في الحديقة من المرمر، معمولة من المرمر، فبدأ يلون الأعضاء التناسلية بألوان مختلفة عن الجسم العادي وهكذا. ولما حصل خلاف بينه وبين مراته، قالت له تعالى يا معلم. قال لها ايه يا معلمة؟ قالت له البيت بتاعي. فحصلت مشاكل في اللي هو البيت، ويبقى مين ياخده حسب القانون البريطاني. ده احد الحاجات. المثل السيء التاني اللي كان طلع في الجرايد ايضا، هو ان في يوم من الايام كان هناك شاب برضك، انا مش هقول اسماء الدول عشان ما احرجش حد سياسيا، بس انتوا عارفين الدول اللي جالها دفع فيها اسعار بترول في نفس الوقت ده. فالشاب ده كان معاه بنت من البنات اياهم دول، وحبت تخش محل تشتري منه يعني ملابس او حاجة زي كده، يعني دلوعة بقى، يعني دلوعة ومقطقطة الى اخره. فدخل المحل، فصاحب المحل قال لهم والله يعني خلاص احنا هنقفل. قال له تقفل ازاي؟ خليكوا قاعدين. قال له يعني ايه خلينا قاعدين؟ قال له عايزين نشتري. قال له لا، ممكن اقعد الناس كلها بس على الاقل تدفع لي تمن اللي هو ساعات العمل اللي هيقعدوها لما تخلصوا الشغل. فقفل المحل على الشاب الصغير ده، والشاب الصغير ده قعد يمكن ساعة او اكتر. فالبنت اللي هي كانت ماشية معاه اشتريت اللي عايز تشتريه، وصاحب المحل دفعوا الساعة اللي هي اللي قعدوها الناس منتظرينه، منتظرين البرنسيسة دي وهي بتشتري الحاجة بتاعتها. الامر الثالث اللي هو يا شباب، كان في احد الناس العرب اللي جم في نفس الوقت ده، وكان قعد في لندن شوية، وكان اشترى عربية رولز رويس، وهو في المطار سلم مفاتيح العربية دي للسواق بتاعته، قال دي هدية ليك انت. الامر الرابع، ان تجارة او رياضة الخيل اللي هي كانت موجودة في بريطانيا كانت هتنعدم وهتموت، الى ان جاءت عائلة من العائلات حولت هذه الرياضة الى شيء كبير جدا، حتى ان بعض الامراء او المشايخ من ابناء هذه العائلة كان لما بيجوا يخشوا على السايس او اللي بياخد باله من الخيل ده، يدوله ساعة ذهب، يدوله كذا كذا، واشتروا حصان اسمه النبيت الاحمر في الوقت ده ب10 مليون دولار. كل هذه الاشياء لما كنت انا بقول للشباب والشابات في المحاكمات والممرضات دول ان انا عربي، كانوا لا ما تقولش انك عربي وانك مصري، ما انتش عربي. ليه؟ لانهم مش كانوا شافوا التصرفات الهوجاء بتاعت الشباب العرب الغير واعي الغير ملتزم الذي ليس عنده خلق. ودول طبعا لا يمثلوا العرب ولا يمثلوا بلادهم على الاطلاق، انما يمثلوا اشخاصهم. فلذلك ايها الشباب، حينما تاتون الى مثل هذه الاماكن تعرفون ان لها ثقافه ولها قيم ولا عادات وتقاليد، وتعرفوا ان انتم ايضا لكم ثقافه وقيم وعادات وتقاليد تحترموها 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 مهما كان، لان انت تمثل ثقافه، تمثل عقيده، تمثل تاريخ،
وتمثل قيم وتمثل عادات عالية جدا. كان الناس بينظرونها في الماضي عنها شيء لا يصل إلى أحد، أصبح دلوقتي يقولوني أنت مصري ولست عربي. السلام عليكم ورحمة الله.